تكلمنا في كل الملفات الهامة اللي تهمنا وطنيا وإقليميا ودوليا، تبادلنا المعطيات، تبادلنا المقترحات، وفي نفس الوقت خرجنا بحوصلة اللي فيها يعني التوافق والتطابق بما يخص قرارنا الخاص باستمرار رئيس الجمهورية لقيادة الوطن. هذا الأمر محسوم فيه. نهني بعضنا بعض على التنسيق الموجود ما بين الحزبين وباقي الأحزاب الاثنين الآخرين من الأغلبية الرئاسية، سواء في البرلمان سواء في الحكومة سواء في علاقاتنا. كان كذلك فرصة لنؤكد التزامنا المشترك للدفاع على النداء لعهدة خامسة لسيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتبادل المعلومات حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تاع البلاد. فلقاء شركاء، لقاء عادي